السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هقولك على الدكس، وهتكلمك عن اول فيديو عن معادلات الدكس وازاي بتتم على برنامج الباور بي اي. للعلم بشيء شباب، الدكس لغة التحليل في برنامج الباور بي اي وفي الاكسل جوه ادنز او جوه اضافة جوه الاكسل اسمها باور بيفوت. يبقى الدكس ده بيشتغل جوه الباور بيفوت والباور بي اي. الدكس يا شباب اختصارا لكلمه دكس داتا اناليسيس اكسبريشن، داتا اناليسيس اكسبريشن. الدكس يا جماعه في الباور بي اي بيخش في ثلاث حاجات فقط، وهي الميجر والميجر والكولوم والتيبل. الميجر يا شباب بتكون بتجمع حاجات بتعبر عن حاجة توتال، بتعمل فيها معادلات حسابية بس بتكون توتال، مثلا حساب جمع معين او افريج معين او عدلي مثلا بعض الاشخاص وهكذا، بتعد توتال تمام. اما الكولوم بتقدر تعمل المعادلات الحسابية او معادلة الدكس على كل سطر في الجدول او في العمود وهكذا. والتيبل ان انت تقدر تعمل معادلة دكس تطلع لك تيبل يعني تطلع لك جدول تاني خالص. طب الكلام ده هنشوفه ازاي؟ هنشوفه ان شاء الله في الفيديو ده. بصوا يا شباب، احنا عندنا الداتا اللي احنا مستخرجينها فيها اسم الموظف والمسمى الوظيفي وراتب الموظف ورقم الموبايل ورقم الموظفين وعدد الموظفين. فدلوقتي انا كنت مطلع صح عدد الموظفين، بس انا كده كده هشيله علشان نعمله من اول تاني. انا دلوقتي عايز اطلع عدد الموظفين. طب لو انا عايز اشوف مثلا عدد الموظفين او اشوف الجدول، في هنا حاجه اسمها تيبل فيو، لو دوست عليها هيجيب لك الجدول اهو، في اسم الموظف اهو. انا عايز اعد اسامي الموظفين اللي موجوده جوه الجدول ده، فهاجي هنا كده هنا كده او هنا ونعمل ميجر. فانا هخليها من بره هنا عشان تبقى انتم متعودين عليها. في حاجه اسمها كويك ميجر. كويك ميجر دي حاجه بتساعدك انك تقدر تعمل معادلات حسابيه على طول، يعني بمجرد ما بتدوس عليها كده بيبتدي يطلع لك كالكوليشن، وانت يقول لك الفاريانس وهكذا والرولينج وهكذا، دي حاجات بتساعدك. لكن النيو ميجر هنعمل كده، ندوس على نيو ميجر اهو، نيو ميجر، واسم الميجر ده ايه او اسم الحساب ده ايه هنقول له، او اسم المعادله دي ايه هنقول له اسمها عدد، او نخليها بالانجلش نمبر اوف امبلويز. بيقول لي انت عايز تعمل ايه؟ اقول له انا عايز اعمل كاونت ايه اهي، كاونت ايه. اول ما دوست على كاونت ايه هو فتح لي قوس لوحده، اقول له انا عايز اعد اسم الموظف اهو، واقفل القوس اهو، قوس قصاد قوس، ودوس انتر. هتلاقي في هنا حاجه ظهرت اهي، هنا اهي نمبر اوف امبلوي. تعالى نجيب دي كده شمال شويه، نمبر اوف امبلوي تمام. فدلوقتي النمبر اوف امبلوي لما اجي ادوس عليها كده يطلع لي اللي هو كاونت اوف عدد الموظفين. طب انا عايز اطلعها، في حاجه هنا اسمها فيجواليزيشن، اللي هي الرسومات البيانيه اللي تقدر تستخدمها. فانا هستخدم مثلا حاجه اسمها زي الكارد. الكارد دي بتجيب التجميع او بتجيب الحاجات اللي فيها توتال، ونشدها كده عليها كده هنا. قال لي نمبر اوف امبلويز ان هم 19 بني ادم. فكده ده كده الميجر. الميجر ده انت ممكن تعمل، حتى كمان ممكن تعمل ميجر تاني ان انت تقول له انا عايز مثلا متوسط الراتب، متوسط الراتب اهو، مثلا تكتب له مثلا اسم الميجر بتاعك اللي هو سالري، افريج سالري، ثواني، افريج اي في جي، افريج سالري. ونيجي هنا نكتب افريج اهو، افريج اهو، وهنقول له انا عايز متوسط راتب الموظف اهو. نعمل دي كده ودوس انتر، هتلاقي جالي الميجر، هيظهر لي هو اسمه افريج سالري. واختار مثلا هنا مثلا الكارد الثانيه واقول له الافريج سالري واحطها هنا كده. قال لي ان الافريج سالري حوالي 2900 جنيه تمام. طب دي كده احنا عرفنا الميجر، الميجر اهو. طب احنا عايزين مثلا نستخدم بقى لغه الدكس في حاجه ثانيه، هنقول له نستخدمها في التيبل. كده خلصنا الميجر، هنخلصها بقى في الكولوم اهو. هنيجي هنا كده ونقول له انا عايز اعمل زياده سنويه على الرواتب. فهنيجي هنا كده ونيجي نكتب في التول، في التيبل تولز، ونعمل هنا نيو كولوم، نيو كولوم، وهنقول له التيبل ده انت عايز تسميه ايه. اقول له انا عايز اسميه الزياده، خليها كله بالانجلش، يبقى سالري انكريز. وهنيجي نعمل هنا كده بيساوي، هنقول له
شيت واحد او شيت 1 او ما كتبت شيت لان ده اسمه شيت 1 او ايا كان اسم الجدول ده ايه او اسم الداتا دي ايه، ونقول انا عايز راتب الموظف بيساوي في، ونقول له في 120% اللي هو الزياده السنويه اللي انا عايز ازوده مثلا 20% اهو، وهندوس انتر. ثواني يا شباب، ان احنا لا دي مش تنفع كده 120%، احنا نقول له 1.20 ونقفل الكوز ده كده وندوس انتر. معلش انا كتبتها 120% اهي، فكده ضرب الرقم ده في 20 في 120% عشان يطلع لك الزياده السنويه بتاعته، وهكذا وهكذا. طب لو انا عايز اعرف الزياده السنويه بس، الزياده السنويه بس، هنقول له هنا في تيبل تولز، ونقول له هنا نيو كولوم، ونكتب هنا الزيادة السنوية، الزيادة السنوية، وهنروح قايلين له نعمله كده، بيقول يساوي شيت، هنختار بس الشيت، هيجيب لي الحاجات كلها اللي في الشيت 1 دي كده، وهنقول له برضو راتب الموظف، وهنقول له في بوينت 20، ونقفل وندوس انتر، وجاب لي الزيادة السنوية بتاعتي. لما تيجي تجمع ده زائد ده يطلع لك ده، ده بقى التوتال بعد ما ضربناه في 120%. طيب احنا كده عرفنا الميجر والكولوم، تعال بقى نعرفها في التيبل. التيبل دي بقى بتبقى حسبة، بتبقى نيو تيبل، ودي بقى بتبقى حسبة كده مختلفة شوية في النيو تيبل. لما نيجي نقف هنا في الريبورت فيو، الحتة دي كده اسمها ريبورت فيو الجزء ده خالص، لما نيجي ندوس على النيو تيبل هيفتح لي كده جزء كده، هقول لك دلوقتي هيقول لي التيبل ده انت عايز تقول له ايه. اقول له انا عايز اعرف، بصوا يا شباب تعال بس نمسح دي كده، عشان كنا عايزين مش هنا في المسمى الوظيفي، هنا في محاسب واداري وهكذا. انا اقول له انا عايز اعرف، انا عايز جدول فيه كل المحاسبين. فهنيجي هنا كده نعمل في الموديلنج، هنقول له نيو تيبل، وهنيجي هنا كده ونقول له المحاسبين. تمام، وهنعمل هنا مثلا زي فلتر، في معادله اسمها فلتر ان شاء الله هنتكلم فيها بعدين اهو. هنقول الفلتر بتاعتنا على الشيت 1، وبعد كده كوما. انت بيقول لي انت عايز ايه من الشيت 1، اقول له انا عايز المسمى، هنختار شيت 1، اقول له انا عايز المسمى الوظيفي بيساوي بين قوسين محاسب، واقفل القوس ودوس انتر. هتلاقوا فيه تيبل اهو اتفتح اسمه المحاسبين، هتلاقوا كل اللي فيه محاسبين فقط. يعني لو انا جيت مثلا عملت هنا مثلا تشارت مثلا كده ولا حاجه، وجيت مثلا سحبت المسمى الوظيفي هنا كده، هتلاقي المسمى الوظيفي، لا تعال نخليه قصدي في التيبل كده، هتلاقي المسمى الوظيفي بس محاسب. وطبعا لو انت عدلت حاجه في الـ في الـ في الـ في الداتابيز دي هتسمع في المحاسبين. يعني لو انا مثلا جيت مثلا هنا انا كده عشان واقف في المحاسبين، بصوا ده التيبل بتاع المحاسبين، لو انا جيت وقفت هنا في المسمى الوظيفي هنا في الشيت 1، في الشيت 1، وعملت مثلا هنا اي تعديله مثلا اي حاجه، او كتبت اي حاجه مثلا هنا، هتلاقيها اوتوماتيك بتسمع في الشيت ده. يعني لو انا مثلا عدلت في اي حاجه في الجدول ده هتسمع هنا. فده الفرق ما بين الثلاث حاجات، الميجر بتجمع التوتال، الكولوم بيعمل المعادلات الحسابيه على كل صف في الجدول او في العمود، والتيبل اللي انت بتقدر تعمل معادلات تطلع بيها تيبل كامل، تطلع بيها تيبل او جدول تاني خالص بعيد عنها. ده الدكس، الدكس ما بيخرجش عن الثلاثه دول بس كده. ودي ان شاء الله تكون اول محاضره، وان شاء الله تابعوني هتلاقي في محاضرات تانية بتنزل على الدكس. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سر شجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.